كندي مان او محمد الكندي، خلطه من التمثيل. السلام. اهلا وسهلا. خلطه من التمثيل وصناعه المحتوى والستاند اب كوميدي ما بتتكرر. بلش بعمر كتير صغير بمحتوى كتير بسيط على السوشيال ميديا، واليوم قدر يصنع لنفسه اسم معروف بهيدا العالم. محمد الكندي يا جماعه اللي بيتابعوا اكتر من 1,000,000 شخص، كمان عنده حكايه تغيير كده. الناس لما اتشهر عرفته بشكل، وبعد فتره اختفى ورجع ليهم بشكل مختلف تاني بعد ما قرر ان هو يعمل عمليه كده صغيره ويخسر من وزنه 110 كيلو، فدي حاجه كبيره جدا يعني. اليوم بدنا نحكي معه قصص مختلفه، واهم مسلسله الرمضاني وقصص غيره كتير، بس خلينا نشوف هذا الفيديو عنه قبل. يلا. بديت من الصفر يبقى عندي لامبورجيني، مثل اي حدا انتظر فرصه تجيني. شباب لو زاد عم يجعوني شو الحل؟ يا ريال زنجبيل وفلفل احمر وامورك طيبه. صح كلامك، بس لو تشرب خل وكارديو 30 دقيقه افضل. انا اتفق معك اخوي صقر، بس ما عليك برو سوي شيء. عمره 27 لكن انجازاته اكبر منا بكثير، ترشح للاوسكار وقدم اداء جبار. اخيرا فيلم اماراتي يستحق المشاهده. الفيلم اللي معانا اليوم هو فيلم فري، واللي من اخراج نيلة الخاجة. You've got the brains. You can make decisions. You can study the brain. يعني معانا في الاستوديو محمد الكندي، صانع المحتوى والممثل. محمد منور حبيبي. نور نورك، يعطيكم العافيه. رمضان كريم علينا وعليك حبيبي. اخبار الصيام معك ايه؟ والله زي الفل صراحه. اول يوم صراحه كان صعب شويه لما تعودنا، وبعدين خلاص تعودت. الحمد لله. تشرب قهوه كتير الكلام ده ولا لا؟ وين لا لا اموري طيبه انا. لا والله والله زي ما انا قاعد بقول لهم عادي يعني، ما الناس كويسه في رمضان اهو. طيب الناس كلها كانت بتتكلم على مرحله انت كنت فيها قبل ما تخس وبعد ما خسيت. يعني اول حاجه احكي لنا عن التجربه دي وقرار اصلا ان انت تروح. انا عارف ان هو مش سهل. هو شوف في البدايه الصراحه الصحه قبل كل شيء طبعا، فهمت؟ فانا وصلت مرحله يعني اهملت نفسي بكثير يعني خلاص اللي هو اوفر. لان انا قبل المشكله نحن بشكل عام اللي كنا نعاني من اللي نعاني من السمنه دائما نقص على اعمارنا. انه شو انه لا انا مو متين انا شويه زايد، لسه شويه قدامها بخس يعني شوف في اكثر عني. في اللي في امتن عني، فدائما تعطي نفسك الجو اللي انت امورك طيبه. بس هذا الشيء غلط، الواحد لازم يلحق على نفسه. واحده من الاشياء اللي جد يعني ضايقتني هي ان انا كنت مخير بين شيئين في 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 وضع جدا جدا صعب. يعني انت تقدر تقول انا ما عندي فرصه اني اضعف، لا يا تسوي العمليه يا تكون مثلا لا سمح الله يجيك مرض نفس السكري او الضغط. فكنت متشتت وكنت لازم اتخذ القرار بسرعه، فانا ما اتمنى اي حد يوصل لهذه المرحله. فنصيحتي ان لا توصل للمرحله هذه، حافظ على حياتك، خليها رياضيه. يعني لا تحط في بالك ان انا لازم اضعف ولا لازم اوصل لمرحله معينه، لا انت خل يعني خل روتينك صحي والباقي على الله. حلو. طب نحن شفنا يعني بعد خسارة الوزن، يعني شفنا على الانستغرام بلش يتغير المحتوى تاعك. كان قبل محتوى كوميدي، صار شوي كوميدي بس كمان صاير هيك محتوى هادف. بالضبط. هو الشكل تغير، لازم المحتوى يتغير. تجربة كمان. فخبرنا ليه تغير المحتوى تبعك. هو شوفي المحتوى ما تغير، يعني صراحة في البداية أنا من محبي السينما والأفلام، ووايد احب اتعمق في السينما والافلام والاخبار اللي تصير ورا الكواليس في هوليوود بشكل عام. فبس ما كنت اشارك هذا الشيء مع متابعيني. فبعدين نزل فيلم اوبنهايمر حق المخرج المفضل كريستوفر نولان، فنزلت فيديو بس اتكلم في الموضوع في الستوري، بس موضوع خفيف. فالناس قالوا لي يا اخي الفيديو عجيب، نزله في البوست يعني عادي. اوكي. فانا نزلته بوست انتشر والناس عجبهم، قالوا يعني كتر. ليش ما تكثر من المحتوى؟ فانا تحمست وسويت محتوى كامل. بس الغلط وين؟ الغلط اني مكست بين المحتوى اللي انا جد احبه والمحتوى اللي الناس متعودين عليه. بس بشكل عام انا الحين قررت اني اسوي حساب خاص. ليه ده غلط؟ يعني كل الناس مثلا، في ناس كتير قوي بتيجي تقدم هنا مثلا، بنستضيفهم معانا بيقدموا اكتر من محتوى على الصفحات بتاعتهم، بيقولوا حلو ان احنا نقدم اكتر من نوع يجذب اكتر. بالضبط. بس ليه انت قلت لا؟ احس شوف لما انت تتكلم عن 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 فان بيس صار له اكثر من 10 سنوات متعود على محتوى معين، صعب انك تقنعه هذا المحتوى الجديد. فقلت اني ما غصبهم على محتوى يمكن ما يحبونه، فقلت اسوي حساب ثاني له وابدا من الصفر. ما عندي مشكله، بالعكس يعني بدينا من الصفر قبل، ليش ما نبدا الحين؟
فبديت عليه من الصفر وقررت اني ارجع على السكتشات في الحساب. يعني عملت حساب للسكتش؟ لا لا، الحساب السكتشات نفسه الاساسي، حساب اللي هو بتاعك الاساسي ايه؟ وحساب تاني عملته للفن والكلام عن الفن. بالضبط بالضبط، عشان اخذ راحتي فيه. بيتك ومطرحك. حلو. طيب ونحن عم نحكي هلا عن صناعه المحتوى، التمثيل انت فيه وين بيوقع بهاي المعادله؟ التمثيل هو شغفي الاول. انا دخلت السوشيال ميديا عشان يكون عندي منصه ان الناس تشوفني وانا امثل. يعني نفس السي في حقي، عرفت؟ بعدين خلاص وقعت في غرام السوشيال ميديا وحبيت السوشيال ميديا بشكل عام، وصار بيني وبين متابعيني كونكشن. طبعا تحيه لمتابعيني حلو هناك، صح ولا؟ زين. ف بس في 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 النهايه الواحد ما ينسى شو اللي طلعه، شو اللي خلاه يوصل. فعشان كذا انا بعد يعني احترمت متابعيني وسويت حساب خاص في المحتوى الجديد، وخليت الحساب هذا بس حق السكتشات، وان شاء الله بدلعكم سكتشات في رمضان، ترقبوا. فالتمثيل التمثيل اساسه بدا ان انا احب التمثيل. فالحين عندي مسلسل ان شاء الله بيكون بيطلع في 16 من رمضان اسمه خطاف، الخطاف، من اخراج مخرجنا العزيز علي مصطفى، وبطوله محمد مصطفى اللي يكون اخوه. حلو. وارفع القبعه صراحه لمحمد مصطفى، لانه هو سوى كل الستانت الاكشن ستانتس بنفسه. يعني حلو. كل الفايتات ومشاهد الاكشن اللي تشوفها في المسلسل هذه سواها هو بنفسه بدون دوبلير. هو المسلسل المعمول عليه ضجه من وقت ما كنت بتصوره؟ لا هو شوف هو المسلسل هذا بيسوي نقله كبيره في الدراما الاماراتيه صراحه. حلو. والناس تقول لي يا اخي ليش يرو ليش وايد وايد تكبر من المسلسل. والله يا جماعه الخير، لا هو لا انا بقول لك، انا بقول لك انا عاري عن المسلسل من هو وانتم شغالين وانتم بتصوروا. ان المسلسل كل الناس متوقعه لي النجاح بشكل كبير، خاصه ان هو متعوب عليه قوي. يعني بالضبط. احنا دورك امتى؟ ايه طيب؟ انا دوري عيسى اللي هو صديق البطل. ماشي. صديقه وايد اليمين على قولتهم. عندي نفس عندي الجو اللي هو الجو الفكاهي اللي احب يعني الطف الجو مع اللي موجودين هناك ومع اللي موجودين حول خطاف اللي هو البطل. بس المبدا وين؟ خطاف ما يثق في اي حد حوالينا غيري انا وامه. حلو. فبيني وبينه علاقه. اوعى تكون هتعمل حاجه في المسلسل تضيع السك. بما انه عم نحكي عن المسلسل، خلينا نشوف شوي هيك بيهايند ذا سينز. اوكي. لنشوف شو الوضع. اوكي تن دن. يا جماعة الخير اتجهزوا في رمضان. Let's go. Let's go. طب انت من الناس اللي بيتفرجوا دايما على افلام ومتابع سينما هوليوود ومتابع هنا ومتابع هنا، شايف ان نوعيه الافلام الرياضيه تحديدا خلينا نقولها بالبلدي كده، هتاكل مع المشاهد العربي، هتاكل مع المشاهد الاماراتي؟ اكيد مليون بالميه. شوف مليون بالميه، اذا كان اذا 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 سووه صح بالطريقه الصح بالطريقه اللي الناس يتوقعونها. خلينا نكون صريحين، اذا انت ما تعبت على الشغل نفس هذا الجونرا في نفس هذا الجونرا، الناس ما بتتابع، لان اساس هذه الاعمال هي مشاهد الاكشن. وما شاء الله عليه يعني علي مصطفى يعطيه العافيه، ابدع في مشاهد الاكشن. يعني صراحه انا اكون صريح معاك، نحن لما كنا في اللوكيشن لما نسوي مشاهد الدراما الحمد لله تكون بسيطه خفيفه لطيفه، نخلصها في خلال خلينا نقول 4 ساعات 5 ساعات ماكسيمم. مشاهد الاكشن تاخذ من 6 الى 12 ساعه، ومشهد الاكشن اللي انت بتشوفه هذا اللي من 6 ساعات ل 12 ساعه يعتبر ما بين الاربع الى 3 دقائق، ونحن تقريبا عندنا فوق ال 30 مشهد فايت. فالشغل اللي صار على مشاهد الاكشن كان مو طبيعي. طبعا ما ننسى اخونا نجم الدين اللي هو كان الستانت كوردينيتر، ما شاء الله عليه، جد ما شاء الله عليه. يعني كان يوصل اللوكيشن اوكي، يقول يتكلم مع المخرج يقول له شو اللي بيصير اليوم، وحافظ كل مشهد قتال. يعني فوق ال 30 مشهد قتال انت تخيل حافظنهم. وطبعا عندك محمد مصطفى هو اللي يحاول قد ما يقدر انه يو يحاول يجاري الوضع. فهمت كيف؟ فانت تخيل انت محمد الحين قاعد يمثل دراما ونفس الوقت لازم يركز في الاكشن. فشويه كان صعب، بس الحمد لله قدرنا يعني نقدم شيء جدا جميل. بدنا لا بتشوفون شيء جميل ان شاء الله. اكيد. بس نحن بنعرف انه انت كان عندك كمان هيك هيستوري مع الرياضه، كان
انت تمارس الرياضة بعدين صار عندك إصابة بركبتك. انت وايد دارسة ها؟ مذكرين. انا عندي هيستوري في الرياضة صراحة. عندي المصادر الخاصة. إيه؟ لو وقفت الرياضة شو العلاقة يعني الايموشن اللي عندك اياها بالمسلسل هيدا بالاخص بالجانرا الرياضي؟ هو شوف انا بالنسبة لي من صغري احب الرياضة، يعني مهما هي ما في رياضة معينة بس احب الرياضة، احب انا انسان حركي. فبديت مسيرتي في الرياضة اني كنت العب حارس، كنت احب العب حارس، بس بعدين ما توفقت في الحراسة فرحت على الركبي، لعبة الركبي ما اعرف اذا انت عارفها. لعبة الركبي تعتبر واحدة من اخطر الالعاب، بس انا جوي الخطورة وال من هنا لهنا اصلا انت بتحب الصدام وخلاص. احب اي حاجة فيها صراحة، كنت اطلع حرتي فيها، فهمت كيف؟ فللاسف يعني صار اللي صار ويتني اصابة، انا قطع في الغضروف واضطريت اني ما العب هذه اللعبة لمدة سنة، فهذا الشيء دخلني في حالة نفسية اكيد. فبعد بعد السنة قالوا لي اسمع انت مو بس ما تلعب سنة، انت تحتاج عملية. قلت لا اسمع، لا ابو اللعبة هذه ولا ابو العملية. سحبت على الموضوع ودخلت في حالة اكتئاب وبديت ازيد وزن. انا ما كنت اصلا سمين قبل، كان وزني تقريبا خلينا نقول بين 75 الى 80 وزدت لين 195 كيلو زيادة، استي طيارة. طيب احنا لو هنتكلم على صناعة محتوى وتمثيل، يعني ان شاء الله ربنا يوفقكم في المسلسل ويعمل حاله حلو. بعد فتره انت ناوي تعمل ايه؟ يعني في ناس لما بتمثل بتتخلى عن صناعه المحتوى، انت ناوي تعمل ايه؟ شوف انا بالنسبه لي صراحه اذا كنت صريح وياكم انا اول مره اشارك هذا الشيء وخلاص ارتحت لكم يعني. انت انت من اهل انا احب اكتب، انا احب اكتب، فافكر اني اكتب اول فيلم طويل لي واخرجه ان شاء الله. احس التمثيل والاخراج لهم علاقه جميله مع بعض، الواحد اذا فهم الاخراج بيفهم التمثيل، واذا واحد فهم التمثيل بيفهم الاخراج. طبعا هذا الشيء ما بيصير في يوم وليله، يعني صار لي تقريبا سنتين انا قاعد اراجع الامور وقاعد اقرا وقاعد اتعمق في الموضوع، ان شاء الله في نهايه السنه بروح ادرس في مدرسه امريكيه للفيلمز والاخراج، فأبا أتعمق أكثر في هذا الشيء، لأن أنا بشكل عام مو بس أحب التمثيل، أحب السينما، أحب تاريخ السينما، أحب كل شيء يتعلق بالسينما. حلو. أنت أكتب وأنا هجمع السينما. بس تم تم. يلا بينا. بس بتشوف لازم أسوي يعني كاستينج. أنا بعمل تغطية صحفية على. بس تم والله تم تم تم. يعني محمد أنت نورتنا وإن شاء الله. بالعكس يعني شكرا على هذه الاستضافة الجميلة. نورتنا. يعني كنت اتمنى اني اطول معاكم اكثر، بس ان شاء الله بعد عرض المسلسل لينا حلقه احنا انتوا ابطال. اسمع شوفوا اذا ما شفتوا خطاف لا لا انا هتفرج، انا هتفرج هنشوفه. شكرا جدا ليك يا محمد.